عقدت هيئة الرؤية الشرعية جلستها لتحري هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية، وقد أعلن معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية، وبذلك يكون يوم الخميس 13 من شهر مايو لعام 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك. الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأكرم رسله سيدنا محمد خير الصائمين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، والشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البعينين في قاعات الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 29 رمضان 1442 هجرية الموافق 11 مايو 2021 ميلادية لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال، وحيث أنه لم يتقدم أحد بشهادة حتى صدور هذا البيان، فإن يوم قد الأربعاء يكون هو المكمل لعدة شهر رمضان 30 يوما، ويكون بعد قد الخميس 13 مايو 2021 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية. وقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعا جعله الله عيدا مباركا عائدا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين الوفي، وإلى العالم الإسلامي أجمل التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر المبارك، ضارعين إلى الله القدير أن يجعل هذا العيد فاتحة خير وسلام ويمن وأمن للعرب والمسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالعزة والكرامة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.